رجعنا لكم مشاهدينا الكرام، وبالتاكيد بعد ما شفنا هذه حقيقه انه الاغنيه جميله وكانت هي طبعا مهداه لكل المعلمين. وصلنا الى حديث الصباح، اليوم راح نتكلم عن موضوع طبعا استعدادات ليوم الاعلام العربي، فبالتاكيد راح تكون هنالك بعض علامه الاستفهام حول هذا الموضوع، لكن راح يبين لنا اياه الاستاذ احمد خالد حمدان مسؤول قسم الاعلام في الامانه العامه لمجلس الوزراء. حياك الله يا استاذ احمد، وان شاء الله يا ربي صباح جميل عليك. صباح الخير على شعبنا الحبيب وعلى جمهور قناة هنا بغداد، وإن شاء الله يكون صباح مبارك وجميل للشعب العراقي. يوم الإعلام العربي هي احتفالية تقام برعاية الجامعة العربية قطاع الإعلام والاتصال في الجامعة العربية لإبراز دور الإعلاميين وتضحياتهم وتماشيا مع ميثاق الشرف الإعلامي العربي والخطة الإعلامية الاستراتيجية العربية في مجال مكافحة الإرهاب. هذا القرار الاحتفال بيوم الإعلام العربي تم اتخاذه في جلسة وزراء الإعلام العرب الذي انعقد في الشهر الخامس من العام الماضي، وقرروا أنه تكون احتفالية مركزية في الجامعة العربية واحتفالية فرعية في جميع الدول العربية بنفس الوقت بنفس اليوم اللي هو 21 نيسان 2016، وبنفس الوقت بعثة الدول العربية في هيئة الأمم المتحدة في نيويورك ستقيم احتفالية ليوم الإعلام العربي. والشعار لهذه السنة هو دور الإعلام العربي في مكافحة الإرهاب. حلو. طيب يعني أستاذ أحمد، وين راح يقوم هذا الحفل الكبير على أرض بغداد؟ مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء الذي هو يعتبر الركيزة الأساسية للتعامل مع الجامعة العربية في قطاع الإعلام أخذ على عاتقه تولي هذا الأمر. إحنا في العراق الآن نواجه الهاجس الأمني. لذلك الأمانة العامة لمجلس الوزراء ارتأت أن يقام هذا الاحتفال داخل المنطقة الخضراء في مكان مجمع المنصور، وهذا مكان كان موجود سابقا، ترتاد العوائل، توجد سينما ضخمة ومسرح ضخم، وتوجد قاعة النقاش لإقامة المعارض. صار الاتفاق مع وزارة الثقافة التي هي الآن تتولى إدارة هذا المكان بتضافر الجهود وإقامة هذه الاحتفالية في هذا المكان. طبعا نحن في الأمانة العامة لمجلس الوزراء شكلنا مجموعة من اللجان، توجد اللجنة التحضيرية المشرفة على تأهيل المكان وتوفير المستلزمات اللوجستية لإقامة وإنجاح هذه الاحتفالية، وفيها أطراف طبعا غير الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أمانة بغداد، وزارة الثقافة، جهات أخرى، مجموعات شبابية من العمل التطوعي التي ستساهم في تهيئة المكان لإقامة هذه الاحتفالية، ثم توجد لجنة الفرز، لجنة فرز الأعمال تقوم باستلام الأعمال التي ستتنافس في ثلاث محاور، طبعا محور العمود الصحفي ومحور الصورة الفوتوغرافية ومحور الإعلام الاستقصائي. الجامعة العربية لاحتفالية هذه السنة ارتأت أن تركز على الصحافة الورقية، يعني المشارك لما يقدم العمود الصحفي من ضمن الشروط يرفق لنا اللينك أين نشر هذا العمود، في جريدة أو في مجلة عراقية عربية عالمية، حتى نتأكد من مصداقيته وحقيته بالتنافس. والصور الفوتوغرافية كذلك. طيب يعني أستاذ، حقيقة أنتم مركزين على طبعا الصحافة المقروءة، نعم، الورقية مثل ما ذكرت. نعم. أنت مع العلم هسه حاليا يعني بالذات أنه هذا العنوان الإعلام ضد الإرهاب أكثر شيء أنه هو مؤثر بالنسبة للمواطنين، مؤثر بالنسبة للعالم، هو الإعلام المرئي. اكيد انه الشاشه ونتوصل فكره معينه افضل. اليوم احنا في زمن حقيقه، واكيد انه حضرتك تأيدنا الراي، اليوم قله صارت عندنا انه واحد يقرا جريده، انه واحد انه يقرا مجله، ربما شويه عندنا قلت هذه الحاله. اليوم هو يدخل في عالم كلش كبير في الانترنت بامكانه اي شيء انه يقدر ينقل. صحيح. احنا في هذه المسابقه نلتزم بضوابط قطاع الاعلام في الجامعه العربيه. لهذه السنه هم حددوا هذا الشعار، الاعلام في مواجهه الارهاب. ربما في العام القادم يكون شعار آخر. لهذه السنة هم اختاروا إبراز دور الصحافة الورقية، في العام القادم سيختارون مجالات أخرى، وربما يكون التاريخ مختلف، يعني يوم آخر غير يوم 21 نيسان. احنا بالحقيقة يعني نريد نبرز دور الإعلاميين العراقيين في هذه الاحتفالية وتنافس على جائزة التميز الإعلامي. تعرف العراق هو أكثر بلد عانى من الإرهاب، وهو يعتبر يعني أنا أعتقد أن العراق هو البوابة الرئيسية للدفاع عن الإنسانية في مواجهة الإرهاب. فقدنا المئات من الإعلاميين،
الذين يعني واجهوا أقصى الظروف وذهبوا إلى المناطق الساخنة، طبعا بضمنهم الإعلاميات، لدينا مراسلات حربيات ولدينا إعلاميات، فلدينا هذا الكم الهائل من الإعلاميين. وأقدر أؤكد لك يعني من حكم اختلاطنا أنه دورهم مغمور إعلاميا في بقية الدول العربية. التنافس على هذه الجائزة راح يمنحهم فرصة، يعني الأعمال الفائزة راح احنا نرشحها إلى الجامعة العربية تتنافس مع بقية الأعمال الفائزة في الدول العربية. طيب يعني أستاذ، أنا عذرا ليش توحيد، ولكنه نقدر نوصل الفكرة لكل مشاهدين الكرام. راح تكون هذه طبعا في أرض بغداد. نعم. البلدان المشاركة كم بلد راح يكون هو مشارك؟ فقط للعراقيين في بغداد. فقط كل بلد يعمل احتفالية في دولته. ها. ثم ترشح الأعمال الفائزة، يعني أفضل صورة من العراق وأفضل مقال وأفضل تقرير إعلام استقصائي نرفعها للجامعة العربية قبل موعد الاحتفالية النهائي. تتنافس مع بقية الأعمال ويختارون الأعمال الفائزة هناك ويتم تكريمهم وإقامة احتفالية كبيرة. في الاحتفالية الكبيرة راح تكون؟ الاحتفالية المركزية في القاهرة مقر الجامعة العربية. بس بنفس الوقت جميع الدول العربية راح تسوي إعلان عن المسابقة حتى إعلاميها يتنافسون، وتقدم الأعمال الفائزة تتنافس على الجائزة الكبرى في الجامعة العربية. وأنا أعتقد أنه حصة العراق حصة الأسد بهذا الموضوع. يجب أن تكون حصة الأسد، باعتبار يعني أنه كل البلدان العربية، يعني غض النظر عن سوريا وأيضا غض النظر عن ليبيا وعن اليمن، أما العراق فهو باعتبار تجربتنا أكثر، تجربتنا أكثر. أعمق وأوسع. يعني وعندنا مراسلين هسه هم مشهورين، يفترض أنه يشتهرون بالخارج كذلك، وعندنا إعلاميين عراقيين محترفين في جميع وسائل الإعلام العربية وفي وسائل الإعلام الدولية، فلذلك يجب أن يأخذون حقهم يتنافسون ويقدمون أعمالهم ويبرزون، وإحنا نتمنى أنه يشارك أكبر عدد ممكن من الإعلاميين بهذه المنافسة. في هذا السياق عملنا لجنة الفرز طبعا من جهات متنوعة وليست فقط جهة حكومية، استعنا بنقابة الصحفيين واستعنا بجمعية مصورين واستعنا برئيس قسم سياسي في إحدى الصحف واستعنا بإعلاميين من وزارة الخارجية واستعنا بموظفين من الأمانة. احنا نرفع الأعمال المرشحة للتنافس إلى لجنة التحكيم. لجنة التحكيم مكونة من 8 أشخاص، جزء منهم فقط أمانة مجلس الوزراء، كلية الإعلام في الجامعة المستنصرية وفي جامعة بغداد ونقابة الصحفيين ومنظمة NGO خاصة بالأبحاث والدراسات ومدير قناة مستقلة عراقية وشخصيات أخرى. يعني احنا راعينا هذا التنوع، شخصيات مهنية فبالتالي انه يختارون بالتأكيد الشيء الدقيق والشيء الجميل اللي قدر انه يأثر. واحنا هذه كلها نشرناها في موقع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يوجد بانر خاص، صفحة خاصة يوم الإعلام العربي، فيها الشروط للتنافس وفيها حتى مواصفات لجان التحكيم حتى الناس تعرف انه هاي لجان مهنية ومحترفة، فلذلك راح تختار الأفضل إن شاء الله. طيب أستاذ أحمد، هل انتهت اللجنة التحضيرية من الأمور المتعلقة بمنهاج الاحتفال؟ طبعا اللجنة التحضيرية دائما في كل احتفال هي تعمل لغاية آخر ساعة قبل بدء الاحتفالية. احنا أمامنا عمل ضخم، تهيئة أماكن ضخمة وترتيب المكان، وحاليا احنا بصدد فتح منفذ للدخول إلى المنطقة الخضراء حتى أكبر عدد من الناس تشارك، حرية دخول الإعلاميين الضيوف، فالعمل مستمر بوتيرة متسارعة حتى أيام الجمعة والسبت، وهو عمل ضخم وهائل وإن شاء الله تشوفون نتائج ممتازة في المكان إن شاء الله. طيب يعني أستاذ أحمد، حقيقة الهدف من هذا طبعا المهرجان الكرنفال نقدر أنه نسميه، أكيد أنه في كل كرنفال يكون لك أهداف ويكون لك رسالة ويكون لك فوائد ويكون لك ربما خسارة بسيطة. أهداف المهرجان هذه، احنا الهدف الأول أنه نظهر وجه بغداد المضيء، بغداد الثقافة والإعلام والفن، بغداد مدينة عريقة قد تمرض لكنها لا تمرض. هذا الاحتفال هو إبراز لدور الإعلام وإبراز لوجه بغداد في مواجهة الإرهاب. احنا نحاول بكل صورة انه نبرز دور إعلاميين ونعطيهم المكان التي يستحقوها في هكذا احتفالية، يعني نحاول ان نبرزهم الى الفضاءات العربية اكثر. هم هنا منشغلين الان بالعمل وفي مواجهة الإرهاب، احنا دورنا وعلى عاتقنا انه نبرز هذه المساهمات ونبرز هذا الدور، وان شاء الله نتعاون مع الإعلاميين وننجح بهذا الهدف ان شاء الله يا ربي. اكيد يعني حقيقه انه هو واجب وطني
وبالتاكيد انه مثل ما ذكرت كل المشاهدين الكرام ما يعرفون كيف انه العراق نقدر نتصدى للارهاب وهو بوابه طبعا لكل بلدان العالم. فبالتالي لا سمح الله لو كان هناك اختراق بالنسبه لداعش العراق فبالتالي انه العالم كله يسقط بيد داعش، فبالتاكيد انه هو بوابه بالنسبه له، ان شاء الله يا رب تكون هي الحصه الاكبر بالنسبه لكل طبعا الاعلاميين. طيب يعني استاذ احمد حقيقه يسال سؤال، يعني بضوء الحاله اللي تمر بها طبعا البلاد ويمر بها البلاد حاله تقشف ومشاكل مع هذه التفاصيل وعدم وجود امكانيات ماديه، كيف راح نقدر انه نوفق بنجاح هذا المهرجان ورغم ان الظروف اللي ربما تكون هي ظروف ماديه كلش قاسيه، اذا كانت هي ظروف ماديه قاسيه فبالتالي ماكو شيء ينتج او ماكو شيء يحقق من قبل او عدم وجود ماده. طبعا هذا سؤال مهم جدا وانا اشكرك على هذا السؤال. احنا يعني على ادراك كامل بالوضع الاقتصادي وحاله التقشف التي تتبعها الحكومه بسبب الوضع الاقتصادي الطارئ بهبوط اسعار النفط. احنا في هذا الاحتفال يعني